السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. احبتي اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد اخر من فيديوهاتنا. اليوم يسعدني ان اكلمكم على الانترفيو او نوع الانترفيو المخصص الذي حدثتكم عنه فيما قبل. الانترفيو هذا واخيرا اسمه هو informational interview. ماذا يعني ولوش معناها informational interview؟ informational interview هو الانترفيو الذي يقوم به الباحث عن العمل لصاحب العمل، بمعنى انك انت كباحث عن عمل او حتى كرائد اعمال بودك ان تعرف معلومات اكثر على مهنة معينة ولا وظيفة معينة في قطاع معين، فتروح عند شخص اللي هو يا إما هو الآن يبحث عن موظفين حتى يشغلون مناصب معينة في فريقه وفي شركته، أو عند شخص معين اللي هو متمرس في هذه المهنة وله باع طويل في هذه المهنة وخبرة طويلة في هذه المهنة، وبالتالي يمكن يعطيك الأساسيات الخاصة بهذه المهنة من عين المكان كما نقول. ويمكن يكون صاحب شركة إذا كان أنت في ريادة الأعمال وبودك أن تدخل يعني مجال معين في ريادة الأعمال، وبالتالي تروح عن صاحب شركة أو مؤسس شركة في نفس المجال اللي أنت فيه. وش هي فائدة أو ما هي فائدة هذا الانفورميشنال انترفيو؟ له فوائد عدة في الحقيقة. الانفورميشنال انترفيو يخليك تكتسب خبرة، ويخليك تكتسب خبرة اللي أنت في حقيقة ما اكتسبتهاش. ماذا يعني انك تكتسب خبرة انت ما اكتسبتهاش؟ بمعنى انه تستفيد من خبرة الاخر وينقلها اليك مباشرة بطريقة مباشرة، وبطريقة بما انك تتحدث معه وبطريقة اللي هي تعطي وتجيب، وبالتالي فيها اخذ وعطاء، ويمكنك ان تسألها اسئلة مباشرة فانت تتفاعل معها في عين المكان، وبالتالي هذا ينفعك في انك بطريقة او باخرى تاخذ تجربة وتستفيد من تجربة الناس مباشرة. الحاجة الثانية انه يعطيك اخر تطورات في هذا المجال. الكثير منا انه يمكن يعمل اكيد يعني البحث الخاص به في هذا المجال، ومن الانترنت او من وسائل الاعلام مختلفة ايا كانت يعني هذه الوسائل هذه، لكن يمكن ما تكونش عندك الحيثيات اللي هي فعلا داخل هذا المجال الا من الاشخاص اللي موجودين في المجال. مثلا انت يعني بودك ان مثلا تبحث عن عمل معين في قطاع اللوجستيك، انت ممكن تكون عندك معلومات من الانترنت، معلومات من الفيديوهات، معلومات من ذلك، لكن بما انك تحب يعني تحوس على وظيفة في مجال لوجستيك في قطاع معين، وفي مثلا يمكن شركة معينة، يمكن انت حاط في بالك شركة معينة تود انك تخدم فيها، احسن شيء تعمله هو انك تدير informational interview مع شخص اللي هو يشغل هذاك المنصب او منصب اعلى منه، في مثلا سينيور لوجيستكس اناليست مثلا او شيء من هذا القبيل، فيكون هو راح يعطيك الحيثيات العامه نتاع هذيك الوظيفه، نتاع الفريق اللي يعمل في الوظيفه، نتاع كيفاش الطرق الخاصه والثقافه الخاصه نتاع هذاك الفريق داخل هذيك الشركه، وبالتالي يعطيك كل الحيثيات اللي مش لازم تفيدك اليوم، لكن يمكن تفيدك غدا، يمكن تفيدك بعد غد، يمكن تفيدك الشهر القادم، يمكن تفيدك الاسبوع القادم او السنه القادمه، لكن اتليست انه عندك الحيثيات وعندك الامور اللي فعلا يوم ما يكون هناك انترفيو في هذيك الشركه لهذاك المنصب راح تكون مستعد، ومستعد احسن استعداد واروع استعداد، لانه اخذت اصلا المعلومات من مصدرها الاساسي اللي هو من هذا الشخص اللي انت تعمل معاه انفورميشن انترفيو. وبالتالي فوائد انفورميشن انترفيو عظيمه جدا، وبزاف الناس تغفل عليه، ومش فقط تغفل عليه، انه تروح الى ما بعد انفورميشن انترفيو اللي هي تروح عند انسان اللي هو سواء كان موظف او صاحب شركه او ايضا يبحث عن موظفين جدد للدخول الى فريقه، ويطلب منه العمل او يطلب منه الوظيفه مباشره، هاك تفضل السيره الذاتيه نتاعي، اريد ان اعمل في هذا المجال. للاسف شديد هذه الطريقه قديمه جدا وما عادتش هي الانسب. خلينا نكون يعني فطنين وذكيين في حتى كيفاش الابروتش، او حتى كيفاش انه ماركت اور سيلز، وحتى كيفاش نسوق لنفسنا بطريقه ذكيه. الطريقه الذكيه اليوم لتسويق لنفسك ليست فقط السيره الذاتيه، السيره الذاتيه عامل. اقول انه السيره الذاتيه فعلا عامل مساعد، لكن ليست هي العامل الرئيسي او العامل الوحيد الذي فعلا قد يساعدك على الحصول على تلك الوظيفه، وظيفه الحلم التي كنت دائما تود ان تحصل عليها. وبالتالي
هناك أيضا عوامل أخرى قد تساعد، وواحدة من هذه العوامل الأساسية في نظري والتي هي يمكن الأنسب صراحة والأكثر فعالية هي هذه الأداة التي تسمى بالانترفيو العكسي أو الانفورميشنال انترفيو. علاه؟ لأنه بطريقة يعني بسيطة جدا يمكنك أن تكون علاقة دائمة، ليست علاقة يعني عابرة، أنك تكون علاقة مع هذا الشخص، وهذا الشخص يمكن يكون موجه ليك فيما بعد أو يساعدك حتى في البحث، لأنك لم تأتيه بطلب مباشر وإنما أتيت فقط لي يعني تجعله يتحدث هو عن خبرته ويشارك معك خبرته ويشارك معك يعني توجهاته وتطلعاته إلى ما ذلك، ورؤيته الخاصة لتوجه الشركة، رؤيته الخاصة للمجال، رؤيته الخاصة لكيف سيتطور هذا المجال، كيف سيتطور داخل الشركة، كيف سيتطور خارج الشركة. والناس عادة تحب أنها تتحدث على وش تدير. خذوها دائما قاعدة أن الناس تحب تتكلم عن نفسها وتحب تتكلم على وش راهي هي تعمل وش راهي تدير، وتحب تتكلم عامة على أن تسوق لشركتها بطريقة أو بأخرى. فأنتم كونوا أذكياء وعطوهم المجال أنهم يفعلوا هذا الشيء، راح يفعلوه بحب وبشغف أكثر من أنك تطلب منه خدمة مباشرة، خصوصا إذا كان لم يكن هو باستطاعته أن يقدم لك هذه الخدمة اللي هي أنك يحصلك على وظيفة أو على انترفيو. في أغلب الأوقات الأمر صعب جدا، وبالتالي مش راح يقدر يعطيك هذه الخدمة، ولكن يقدر يعطيك الخدمة الأخرى اللي هي أنه يشارك معك هذه المعلومات اللي هي جد متخصصة وجد دقيقة وجد فعالة أنك تستعملها في حالة ما حصل وجاءت فرصة نتاع انترفيو لدى نفس الشركة، إذا قدر الله وكان هذا هو الأمر. وبالتالي لازم تكونوا أذكياء جدا في كيف أنكم تستخدموا الفرص أحسن استغلال وأحسن استخدام باستعمال هذه الأداة اللي اسمها information interview. قال السلام عليكم، أهلا وسهلا، أنا راني فعلا يعني مهتم بالخدمة اللي راك تديرها وما شاء الله عليك، بين بلي إنسان يعني متخصص في مجاله، وفقط مش متخصص في مجاله لكن بارع جدا أيضا في مجاله. ماذا بيك تحكي لي شوية يعني على كيف العمل يعني في هذه المنظومة أو في هذه الشركة بالذات، كيف هو العمل نتاعك، وش معناها أنك تكون HSE manager في شركة كذا وكذا، وش معناها أنك تكون logistics analyst في شركة كذا وكذا، هل تتعاملوا مع الفرق الأخرى بطريقة دائمة أو بطريقة أخرى، هل لازمني كاين مهارات معينة لازمني نكون عندي ولا لا، هل تستعمل بزاف مثلا الإكسال، هل تستعمل بزاف programming إذا كان مجال في مجال الديجيتال، وش هو اللغات البرمجة اللي تستعملوها، وهذه الطريقة من الأسئلة، هذه أنواع من الأسئلة، هذه أنواع من الأسئلة هي اللي حستفيد منها فعلا أكثر من أنك تعطيله فقط الورقة، تعطيله فقط السيرة الذاتية من غير ما تتحاور معاه ومن غير ما تتحدث معاه على هذه الخصوصيات اللي يمكن فعلا أنها تعمل الفرق وأنها يعني تكون سبب إن شاء الله تعالى للحصول على الوظيفة أو الحصول على فرصة يعني العمل مع هذا الزبون إذا كان في أنت كنت في ريادة الأعمال، أو فرصة أصلاً دخول المجال أيضاً إذا كنت تريد أن تدخل مجال معين في ريادة الأعمال وتود أن تعرف أكثر منه من صاحب الخبرة اللي هو موجود في الأساس. وبالتالي هذا هو حديثنا عن اليوم. حاولوا أنكم دائما تكونوا أذكياء وفطنين في طلب المساعدة من الناس. طلب المساعدة ليس فقط بأنك تحط السيرة الذاتية أو أنك فقط تراجع عن السيرة الذاتية أو أنك فقط تطلب ريفيرل أو شيء من هذا القبيل، ولكن أيضا informational interviews وأنكم تسألوا على الوظيفة، على حيثيات الوظيفة، على ما تلتزمه الوظيفة، ما هي لوازم الوظيفة من مهارات معينة ومن خبرة معينة حتى تكونوا فيها، وعن خصوصيات الشركة أيضا إذا كنتم مهتمين بشركة معينة فقط. فحاولوا، والآن موجود لينكدين لكل الناس، متاح جدا لكامل الناس، فقط ممكن برسالة قصيرة أيضا يمكنك يعني أن تكتشف كل هذه المعلومات، أو حتى عبر اللقاء المباشر لما تلتقوا بهذه الأشخاص مباشرة يمكنكم أيضا أن تسألوهم على هذه المعلومات. وبالتوفيق إن شاء الله تعالى، ألقاكم في فيديو آخر. لكم مني أزكى السلام، شذى الإسلام، تحياتي.